أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي سماحتكم بكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، وما هي أفضل الكتب في بيان مفردات القرآن؟ القرآن له كتب مؤلفة في مفردات والغريب، ولكن أحسنها فيما أعلم هو مفردات الراغب، كتاب جيد مفيد جدا، الراغب الأصفهاني. هناك الغريب، غريب القرآن وغريب السنة، كل في مؤلفات في الغريب، في غريب القرآن وغريب السنة. نعم.